قطاع الصحة بولاية تيبازا كان اليوم محل معاينة ميدانية من قبل وزير القطاع الذي تفقد هياكل منجزة وأخرى قيد الإنجاز لاستدراك النقائص التي يعرفها مجال الصحة بالولاية. الهدف الأساسي يخص وزارة الصحة هي كل ولاية تكون عندها الاستقلال الذاتي كما يقولوا الأوتونومي انتيرن بوسكي دو بروبليم دو سانتي في ميدان الصحة. مازال في ما يخص تيبازا مازال ما وصلناش للنهاية باش نغطيو كل احتياجات نتاع المواطنين في كل التخصصات الطبية. الوزير طالب بالإسراع في وتيرة أشغال هياكل الصحة وخصوصا مستشفى تيبازا الذي ستبلغ سعته 120 سريرا وذلك لتوفير تغطية صحية أفضل في أسرع وقت ممكن. تكون المؤسسة قريبة للمواطن نعتبر هذا هو النجاح أو النجاح فيما يخص قطاع الصحة. مازال نقص فيما يخص البولي كلينيك عيادات متعددة الخدمات في هذه الولاية وإن شاء الله نبلغها في المستقبل. وخلال الزيارة قرر الوزير تحويل مستشفى شرشال إلى مستشفى خاص بضحايا حوادث المرور.